وتشوفوا لهنا هاولي كان دخلنا الجواز الجزائري، مانيش عارف اذا كنتو شايفين باللي المره الاخرى قلت لكم الجواز الجزائري له في الرانكينج 118، لا مش 2018 راهو في الرانكينج 85 كيما راهو مكتوب لهنا في العالم. العالم كاين هذا من اصل 192 رانا في 85. هام ليك اليوم حبيت نقول لكم الاماكن اللي تدي اللي يقدر يدينا الجواز الجزائري بدون تاشيره، هما 50 ديستنيشن فري فيزا فري اكسس، يعني نقدروا ندخلوا 50 بلد بدون تاشيره بالجواز الجزائري. شوفوا انا هبط لهنا بسم الله، هاوليك هنا يدك تلقاوهم هكذا كاع مستفين باينين. هنا نبداو باسيا، كاين كامبويا، هونغ كونغ، اندونيسيا، ماكاو، ماليزيا، مالديفاس، نيبال، سريلانكا، تاجيكستان، وتيمور ليس. هادو كاع شوفوا هادو البلدان، كاين بزاف بلدان مهمين للسياحة لهنايا، مثلا كامبويا واحد من أهم البلدان للسياحة، هونغ كونغ، اندونيسيا، ماليزيا، وماكاو. نيبال تانيك مليحة، مالديفاس هذا شغل جزر كيما تاع الكاريبي، هذوك هادو البحر تما وين كان المياه زرقاء. سريلانكا هذه عبارة عن جزيرة جاية قدام الهند. المهم هادو هما البلدان في آسيا. كو شفتو دوكا نروحو لأستراليا وكاع واش جاورها، كاين هاد الكوب ايزلاند، ميكرونيزيا، نيو بالاو ايزلاند، ساموا، وتوفلاو. هادو كاع جزر، هادو جزر خياليه للسياحه كيما راني نقول لكم. هادو اكثرهم لو كان شوفوا معايا، مثلا لو كان ندير هذا البحث في جوجل نحوسوا على هذه الجزيره، شوفوا واش يخرج لنا. اكو تشوفوا شغل ها، ما تتخيلوش عمركم ما تتخيلوا باللي الجواز الجزائري يديكم الجزر هكذا شغل جنه. وهاي اكثر الاماكن شوفوها، ميكرونيزيا شوفوها، ها ندير نحوسوا وين يدينا ميكرونيزيا. شوفوا اكو تشوفوا اماكن خياليه، كاين بزاف اللي يحتقروا الجواز الجزائري بصح الحقيقه يدينا الاماكن. بصح هذا الحاجه بوزيتيف، حاجه نيجاتيف فيها يعني هذا الايجابي والسلبي اللي فيها هو التذاكر غاليه بزاف باش تروح لهنا. التذاكر تاعها ممكن يسوى حوالي 2000 دولار، 2000 يورو. شوفوا نديرو سمواديا كاع هادو ما جايين في المحيط. اكو تشوفوا هاو نوريلكم كاع وين جايه هاد الاماكن، هادو كاع جزر جايين هنايا قراب على استراليا، قراب على نيوزيلاند. هاي لي 5 سوايع من كاليفورنيا باش يجوا لهنا، 5 سوايع، 5 سوايع من استراليا، 3.5 سوايع من نيوزيلاند. بعيدة بعد يعني من الجزائر. تخيلوا واذا من الجزائر لازم لك، واذا من أستراليا لازم 5 سوايع، احنا من الجزائر لازمنا واحد ما على باليش واحد 12-15 ساعة مينيموم، اقل حاجة 15 ساعة. المهم كما قلت لكم هادو ما قاع جنات فوق الارض. شوفوا هادية، شوفوا كيفاش عاملة، واو هاي ليك، عبارة عن شغل حوض برك وين كاين الاسماك مرميه في الهيكا قدام استراليا كما قلت لكم. هاي ليك هنا، هاي ليك استراليا، هاي ليك هذه الجزيره وين جاياك، وتشوفوا بعد بزاف. المهم احنا نكملوا البلدان، نروحوا لافريقيا. كاين البنين، كاين كابفير، كاين الكوموروس، هذو جزر القمر هذوما، كاين جيبوتي، غينيا بيساو، كينيا، ماكش عارف بلي كينيا بلا تاشيره، شتو هذا مليح هذا السياحه بزاف. كينيا كاين الكاب فير، شوفوا كينيا باش واحد يدير السفاري في كينيا في افريقيا، يعني الجواز الجزائري يقدر يدينا مدغشقر، المالي، موريتانيا، موريتس، موروكو، المغرب، هذا موزمبيق، رواندا، السنغال، سيشل، هذا تانيك كما قلت لكم المره الاخرى اللي ما شافش الفيديو تاعي يقدر يشوفه. السيشل هو اقوى جواز في افريقيا، خاطر بلاد سياحي كما كنتو تشوفوا. شوفوا هذا هو السيشل، قريب بزاف على الجزائر. جاي شوفوا وراه جايه السيشل، جاي قدام دار السلام، زنجبار، هاوليك من جاي.
جزيرة صغيرة جاية هنايا، يعني أحسن من هذوك الجزر اللي كاينين في ميكرونيزيا وهاد الأمور هذوك نوفل كاليدوني. وكاع نكملوا، كاين صوماليا، كاين تنزانيا، توغو، تونيزيا، هذا وشنو كونغو، أنغولا، أوغندا، سمحوا لي هذه أوغندا والزيمبابوي. هادو البلدان الإفريقية كتشوفوا أكثرهم اللي يسمحونا بالدخول لأراضيهم بالجواز الجزائري هم البلدان الإفريقية. بعد كاين الكاريبيان، الكاريبيان كاين دومينيكا، هادي ما بايش من جاية، ماشي الريبوبليك دومينيكان، هادي جاية قدامها برك، الله أعلم يتكلموا بالإنجليزية. أي والله هاي ليك جزيرة صغيرة برك، كانت تحت السيطرة البريطانية، هذا هايتي، هايتي جاي قدام الريبوبليك دومينيكان، وسان فيسنتي نافاس غرناد، هذه سان فيسنتي غرناد ماشي غرناطة تاع اسبانيا، هذه غرناطة تاع امريكا تاع الكاريبي. نروح لامريكا، كاين البوليفيا، الاكوادور، والنيكاراغوا، على حسب معلوماتي الله اعلم، انا ما نعرفش بزاف عليهم هذه البلدان، صح نظن باللي ماشي بلدان ما يجلبوش للسياحة ولا حاجة أخرى، ما كاين، خاصة نيكاراغوا يقولوا من واحد من البلدان وين كاين بزاف الأوميسيد، يعني القتلة يقتلوا بزاف، شوفوا ها غير ديروا التصاوير يخرجوا هاد الأمور، يعني ماشي بلاد آمن كما يقولوا، شوفوا أكو تشوفوا، يعني هذوك البلدان تاع امريكا هذوك ما يهمش مهمين. وبعد كاين ميدل ايست، الشرق الاوسط، كاين ايران، كاين جوردن، لبنان، سوريا، يمن، اظن اغلبيتها كاع هذو ما راهم في حروب، هذا راهي في حرب، هذه راهي في حرب، هذا ما راهمش مستقرين. المهم هذو كاع تاع ميدل ايست ما راهمش مستقرين حاليا، يعني كاين بزاف في البلدان اللي تسمح لنا نجوزو لهم هما اسيا، هذا هما. ومن بعد تيك حبيت نوريكم واحد الحاجه تانيك، اكو شتو 50 البلد اللي تسمح لنا، اللي يسمحونا البلدان باش نزوروهم بلا تاشيره. اوبا عندك باسبورت، حاب نوريكم برك واحد الحاجه، جلوبال رانكينج، اي والله هنايا الله اعلم، شوفوا جلوبال، نحاول نوريكم واحد المعلومه برك، ماشي هنايا، اي والله خاوتي هادو هما، هادي هي المعلومه اللي حبيت نوري لكم. ماكو تشوفوا كي سيتيزنشيب باي انفستمنت بروجرام اون ذا 2018 باسبورت اندكس، ماكو تشوفوا هادو هما الجوازات السفر اللي يبيعوهم في العالم، هذا يعني مثلا كي تروح لاوستريا، كي تروح للنمسا، هادو جوازات سفر للرجال اعمال، مثلا اللي عنده مليون يورو ولا 2 مليون يورو يروح لهاد البلدان، للنمسا، مالطا، والشيبر، القبرص، يعني هاد البلدان يبيعوا التأشيرة يبيعوا الجوازات السفر تاعهم مقابل 500,000 يورو، مقابل مليون، مقابل 2 مليون يورو، باي انفستمنت، يعني تشري منازل، تشري فنادق، ولا تعمل مصانع في هذوك البلدان. هادو هما الثلاث بلدان في الاتحاد الاوروبي اللي يعطوك الجواز سفر تاعهم مقابل حوالي 500,000 ما فوق، 500,000 يورو الى 2 مليون يورو. ومن بعد هذيك كاين هاد البلدان هادوما اللي جايين في الكاريبي، الكاريبيان ايزلاند، هادوما كيما تشوفوا فيهم، كاين سان كيت نافاس، انتيغوا بربول، سانتا لوسيا، غرناد، بصح اظن هادو هما الاحسن. هذا ما كان خاوتي، هذا